الله. الحمد لله القائل في كتابه العزيز على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأسألك سبحانك أن تجعل بلدنا هذا، مصرنا هذا، أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ووصى بمصر وأهلها خيرا، فقال لأصحابه رضوان الله عليهم: إن الله عز وجل سيفتح عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم فيكم ذمة رحما، واتخذوا منها جندا كثيرا، فإنهم خير أجناد الأرض، وإنهم وأزواجهم وأهليهم وزويهم في رباط إلى يوم القيامة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فمن هنا، من مسجد التوبة بمدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر، نؤكد أننا أمام عهد جديد ومرحلة جديدة في بناء الدولة المصرية التي تهتم بكل شخص وبكل ابن من أبنائها، سواء أكان يعيش داخل هذا الوطن أم كان يعيش خارجه، وهو ما أخذ يلحظه ويشهد به القاصي والداني. تهتم الدولة بكل أبنائها وبكل بقعة من أراضيها في استراتيجية جديدة شاملة لبناء دولة عصرية قوية متماسكة، أطرافها كعاصمتها وعاصمتها كأطرافها، سواء بسواء في التنمية والاهتمام. فمن هناك، من أقصى أو في أقصى الشمال الشرقي للوطن في شمال سيناء، نواجه الإرهاب وقوى الشر والظلام بمزيد من البناء والتعمير في كل المجالات. في أقصى الشمال الشرقي في سيناء تجد البناء والتنمية والاهتمام بالإنسان والعمران، وهناك أيضا في أقصى الشمال الغربي في مطروح نهضة تنموية غير مسبوقة، يوازيها أيضا اهتمام بكل جوانب التنمية. في أقصى الجنوب الغربي في محافظة الوادي الجديد، وهنا في أقصى الجنوب الشرقي في حلايب وشلاتين، يشهد القاصي والداني من أبناء المنطقة وممن زارها من المصريين الشرفاء الأصلاء أن ما تم من نهضة عمرانية وتنمية في أقل من 4 سنوات، هي السنوات الأربع الماضية، يزيد عن 5 أضعاف ما تم في 30 عاما في مجال الإسكان وحده بالأرقام. أما في مجال البنية التحتية من ماء وكهرباء وطرق وخلافه فلا يمكن أن يقاس
ولا يقارن بما تم في تاريخ هذه المنطقة. وما أعدته الدولة للعام المقبل في مجال الإسكان وحده يزيد عن 150% فيما تم في 30 عاما من تاريخ هذه المنطقة. وليس هذا فحسب، هذا هو ما يحدث في الوادي الجديد وفي مطروح وفي سيناء في الإسماعيلية وفي السويس، في مرحلة بناء دولة حقيقية عصرية كاملة نواجه فيها كل التحديات، تحديات البناء، تحديات التنمية، تحديات الإرهاب. يد كما يقولون هذا الشعب له يدان، يد تبني وتعمر وأخرى تحمي وتحرس. وما قواتنا المسلحة وأبناء الشرطة إلا جزء من نسيج هذا الشعب الأصيل، فهذا الشعب كله يد تبني وتعمر وأخرى تحمي وتحرس. ومؤكدين مؤكدين بفضل الله عز وجل وبعزيمة هذا الشعب أن هذا الشعب الأبي مقبل على مرحلة جديدة من البناء والقوة والتعمير. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن مصر وأهلها إنهم في رباط إلى يوم القيامة، فهذا تأكيد على أن هذا البلد محفوظ بحفظ الله له إلى يوم القيامة. وكان سيدنا عبد الله بن سلام الصحابي الجليل يقول إن مصر بلد معافاة، إن مصر بلد معافاة وأهلها أهل عافية، وهي آمنة، وهي آمنة ممن يقصدها بسوء، فمن أرادها بسوء كبه الله على وجهه. وكان الحجاج الثقفي يعرف طبيعة هذا الشعب، فكان يقول لا يغرنكم، كلام الحجاج ابن يوسف الثقفي من العصر الأموي، لا يغرنكم من أهل مصر طول صبرهم، لا يغرنكم من أهل مصر طول صبرهم، ولا تستضعفوا قوتهم، ولا تستضعفوا قوتهم، واتقوا منهم ثلاثة أشياء يحذر الحجاج أن يقترب أحد من هذا الشعب فيها. واتقوا منهم ثلاثا، نساءهم، لأن هذا الشعب يغار على عرضه ويحافظ عليه. يقول نساءهم لا تقابوهن، فإنكم إن اقتربتم من نسائهم أكلوكم كما تأكل الأسود فرائسها. والجانب الثاني، واتقوا أرضهم، هذا الشعب يحمي عرضه ويحمي أرضه، واتقوا أرضهم، فإنكم إن اقتربتم من أرضهم حاربتكم صخور جبالهم. واتقوا أرضهم، فإنكم إن اقتربتم من أرضهم، لم يقل حاربوكم فقط ولا جنودهم فقط، فإنكم إن اقتربتم من أرضهم حاربتكم صخور جبالهم. واتقوا دينهم، فإنكم إن اقتربتم من دينهم أحاقوا عليكم دنياكم. واتقوا أرضهم، وهذا هو الواقع، جنودنا البواسل في كل مكان وفي كل معطاك تتكالب عليهم قوى الشر والإرهاب من كل حدب وصوب، وهم صامدون كالجبال الشوامخ. إياكم وأرضهم، فإنكم إن اقتربتم من أرضهم حاربتكم صخور جبالهم. ولله ضل شوقي حيث يقول يا راكب الريح، يا راكب الريح حي النيل والهرم، يا راكب الريح
حي النيل والهامة وعظم السفح من سيناء والحامة. من هنا إلى سيناء التنمية واحدة، والمواقف واحدة، والأرض واحدة، والروح الفدائية واحدة. يا راكب الريح حي النيل والهامة وعظم السفح من سيناء والحامة، واخفض جناحك عندما تسعى على أرض مصر، لا تتكبر ولا تستعلي، واخفض جناحك، واخفض جناحك في الأرض التي حملت، واخفض جناحك في الأرض التي حملت موسى رضيعا وعيسى الطهى من فاطمة. هذا فضاء، فضاء مصر، هذا فضاء تلم الريح خاشعة، هذا فضاء تلم الريح خاشعة به، ويمشي عليه الدهر محتشما، ثم يستنهض همما فيقول: بني مصر، بني مصر، مكانكم تهيأ. كأن شوقي يعيش بيننا الآن، وكأنه يعبر عن مرحلة النهضة تلك وعن بناء الدولة هذه، فيقول: بني مصر مكانكم متهيأ، جهز، تجهز، بني مصر مكانكم متهيأ، فهبوا، فهيأ، فهيأ، مكنوا للملك هيأ. بني مصر مكانكم تهيأ، فهيأ، مهدوا للمجد هيأ، خذوا شمس السماء له حلية. لا ترضوا بدون شمس تكون حليا لتاج ملككم. بني مصر مكانكم تهيأ، فهيأ، مهدوا للمجد هيأ، خذوا شمس السماء له حلية. ألم تك تاج أولكم مليا؟ ألم تكن هذه الشمس تاجا لأجدادكم زمنا طويلا؟ خذوا شمس السماء له حلية. ألم تك تاج أولكم مليا؟ لنا وطن، لنا وطن بأنفسنا نقيه، لنا وطن بأنفسنا نقيه، وبالدنيا العريضة نفتديه. لنا وطن بأنفسنا نقيه، وبالدنيا العريضة نفتديه. فنحن بني السنة الأعلى نمانا، أوائل علموا الدنيا الرقية. لنا وطن بأنفسنا نقيه، وبالدنيا العريضة نفتديه. فنحن بنو السنة الأعلى نمانا، أوائل علموا الدنيا الرقية. نقوم على العمارة في الوقت الذي يقوم آخرون على الإفساد والتخريب، نقوم على العمارة محسنين، نقوم على العمارة متقنين، ونعهد بالتمام إلى بنينا، حتى إن متنا نورث أبناءنا وأحفادنا بناء هذا الوطن. نقوم على العمارة ما حيينا، ونعهد بالتمام إلى بنينا، وفيك نموت مصر كما حيينا، ويبقى وجهك المفدي حيا. هذه هي الروح تعود من جديد، وهذا هو البناء. نسأل الله أن يجعل بلدنا هذا، مصرنا هذا، أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد العالمين.